سامراء ومطالبة الأهالي في هذا القضاء برفع الأنقاض والنفايات ومنع تكدسها بمناطق قريبة من المدارس جاءت بعد وصول الأوضاع إلى حالة لا تطاق وضعف الدور الدوائر المختصة في أداء واجبها. بعد مطالبات الأهالي في قضاء سامراء برفع الأنقاض والنفايات المجاورة للمدارس عبر قناة سامراء الفضائية، استجابت دائرة بلدية سامراء للمطالبات ووجهت كوادر الدائرة للعمل على تلبية المطالب خدمة للصالح العام. وأكد مسؤول قاطع الخدمات في البلدية ناصر محجوب إن دائرة بلدية سامراء لا تمتلك المعدات الكافية للتوجه إلى كافة القواطع. طبعا استجابت لنداء مدرسة الشهيد واثق السامراء عبر قناة سامراء، لاحظنا وقمنا بالاستجابة الفورية وقمنا برفع الأنقاض من حول المدرسة وحل مثنى. ولكن هناك ظاهرة يا أخوان، بعض الأهالي يعني مستغلين ساحات المدرسة وإنما كطمر صحي لهم. والناشد أهالي سامراء نقولهم يا أخوان التعاون مع بلدية سامراء، مع كادر بلدية سامراء، ثقوا بالله العظيم بلدية سامراء ما عندها غير شفل واحد وثلاث لوريات على سامراء كلها، وعندنا ظاهرة شغلة التفليش. هاي التفليش على أبو البيت مفلش الأنقاض مالاته، وين ذهب هذا في الساحة؟ تعالي البلدية شيلوها. زين أنتم ما تفكرون ونطالب من الأستاذ قيم مقام، نطالب من الأستاذ أحمد دوخي، نطالب مدير بلدية سامراء الردع بالغرامات الفورية. يعني ثقوا بالله العظيم لو بس أكو غرامات كل هذا ما يصير. فالناشد أهالي سامراء التعاون مع بلدية سامراء، ورجاء الرجاء الرجاء عدم رمي الأنقاض قرب المدارس. الله الله بالبلدية يا أخوان. فيما أبدى الأهالي شكرهم لقناة سامراء ودائرة البلدية لسرعة الاستجابة في رفع النفايات التي كانت تسبب أمراض للطلبة بحكم قرب موقع المدارس من مواقع النفايات. احنا نشكر قناة سامراء اللي استجابت دعوتنا، واحنا ناشدناها عبر قناة سامراء، وردنا تجي حملة من البلدية لأن المنطقة صارت حيل وسخة، وعدنا المدرسة بها أطفال وبها منتسبين. زين فالمدرسة يعني أنتوا شفتوا وضعيتها، الأهالي ما يعني تستجاب لنا، نناشدهم يابا احنا هنا هاي طلاب تنقل امراض تصير عندنا او بأبا المدرسه، ما حد يستجيب نداءاتنا. وناشد مدراء المدارس اهالي المناطق المجاوره من موقع النفايات الى عدم رميها بالقرب من الاماكن العامه تجنبا لوقوع امراض غريبه ومعديه. مناشدتنا ايضا لاهالي المنطقه عدم رمي هذه النفايات حول المدرسة، لأن هذه النفايات ستؤدي إلى الأمراض التي المعدية التي تصيب الأطفال، والأطفال هم أولادهم وفلذات أكبادهم. نناشد أهالي المنطقة بضرورة رفع النفايات هذه أو رميها خارج حدود المدرسة.